السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في لعبة جديدة انترنت كافية سيميليتر. عشان الناس اللي يقولون لي لعبت سيميليتر جيم دوف مدريش هذه ولها فترة نزلت وصباح الخير، هذه لعبة جديدة توها نازلة انترنت كافية سيميليتر. المهم يا جماعة الخير، مثل ما تشوفون في البداية عندي شغلتين، يا انك تبتدي ب10,000 يا انك تبتدي ب10,000 وزيادة فوقها 10 سلف، يعني تسلف من البنك 10,000 وبعدين يخصمون يجلسون معي مثل ما يقولون ايش بيذم رجل البيم، يعني يجلسون كل فترة يسحبون مني مبلغ، وأنا صراحة ما فيني على السلفيات، خلنا نسميه وانتد كافيه، ولكن خلنا نتسلف عشان لا ننتكب بعدين تنقص الفلوس ولا شيء تكون الأسعار غالية. المهم يقول لي ويلكم تو انترنت كافيه سيميليتر، ذيس إز ذا هوتيل روم يو رنتد فور، يو كان إيت فود هير، ناكل وننام هنا، ويقول لي اتبع الإرشادات عشان توصل للمحل. هاللف والله بطيء مرة. الأصوات إن شاء الله تكون تمام، ولا أرفعها شوية، تمام إن شاء الله كذا كل شيء تمام. هذه الشقة يقول لي يمديك تاكل هنا، وين الأكل؟ هذا المطبخ، هذه الثلاجة، إي والله تمام. أنا شفت والله مقطع قصير على اللعبة بس والله ما شفت موضوع هذا. هنجري حلو، إيت يا سلام. إيش عندنا بعد؟ إيت، خلنا نعبي فل، جميل جدا. هنا ايش مسكر، وهذه غرفة نوم. المهم ما علينا، شقة 233 233 شقتنا، تمام. خلنا نمشي على الرشادات ونشوف المحل وين اللي جنبنا. والله يا جماعة هذه المدينة مثلها مثل ايش اسمها، ثيف سيميليتر، مش ثيف سيميليتر يا اخي، نفس تحركات بوردر اوفيسر اللي لعبتها قبل فترة. هنا يقول لي كارغو اريا، يعني اي شيء اطلبه بعدين راح يجيني هنا. يا ليل التنظيف، وش ذا هذا بوستر، خلنا نعلقه كذا. والله يا جماعه التنظيف هذا مشوار. المهم مثل ما تشوفون هالمساحه الحين مسكره يا جماعه، وفي هناك درج توني انتبه له، يعني في طابق ثاني بعدين، اوه يكون طابقين كذا معنا محل كمبيوترات، وهذا ايش ذا، تقول سجن، ما في منظر جميل، حتى هنا في شباك، والله منظر تعبان. تحركات اللاعب لو يسرعونها شوي بعد تكون اللعبة أحلى. هنا إيش هذا المطبخ، أوه هنا يمدينا بعدين نجيب طباخ ونسوي أوردر، يعني مثلا أحد يبي برجر يتعشى كذا وهو يلعب يتابع مسلسل عندنا وهذا. المهم بختصر عليكم مشوار التنظيف هذا، والله بعدين نجيكم ونرجع لكم. يا كرهي للتنظيف، نفس لعبة هاوس فليبر، أتذكر أول شيء أعطوني إياه قبل ما أصلح البيوت والتصاميم هذا، نفس الفكرة. الظاهر أن نفس الشركة سوت هاوس فليبر وسوت بوردر أوفيسر وسوت هاللعبة، وشكلها حتى ثيف سيميليتر نفس الشركة، لأن نفس الفكرة، تجلس تنظف في البداية، حسبي الله عليهم. طيب قللوا شوي الوساخة، يلا الواحد يقوم بنفسه عاد ينظف في لعبة. ترتتا مثل ما تشوفون يا جماعة، خلاص ترتتا خلاص نظفت المكان يا جماعة الخير. كل شيء بيتزع الكرسي، شوف قلة الأدب يا رجال. طيب خلاص خلاص يا أخي، طفشت من التنظيف ذا. خلاص إن شاء الله ما بقى شيء. الحين يبتدي الشغل الحار، الشغل الحقيقي، البزنس. نسيت مرويكم هنا جنبي يا جماعة الخير، ترى فيه شيء زي السلاح كذا، أشر على شيء اللي ما بيه وبيعه، هذا إذا جاني حرامي أجلده بالبيسبول هذا. وهذا الوقت الساعة 11 الحين عندي، والساعة 9 يسكر المحل، لازم يسكر المحل. هذا تمبرتشر ميتر مهم جدا، عشان تقيس درجة حرارة الغرفة هنا وهنا وهنا وكذا. حاليا درجة الحرارة ثابتة في كل مكان، لكن بعدين يوم أجيب الأجهزة تعرف يعني البي سي يولد حرارة وكذا مدري إيش. المهم فيه واقعية في اللعبة وهذا، فلازم نضيف مكيفات ومراوح. راح أرويكم الحين عندنا أمازون، هو كل شيء، يعني ثقيل دم الكمبيوتر ذا، لازم أركب عليه الاس اس دي عشان أشغل ويندوز. المهم هذا المكيف، عندنا أركادي جيمز إذا أبي أشتري هذه الشغلات، وعندي البي سيات هذه هنا، مراوح. طبعا مثل ما قلت لكم قبل شوي، أنا ودي أبتدي كذا بشيء حلو، مو أشتري مثلا 5 أجهزة كمبيوتر والمواصفات تعبانة، لا أخذ لي شيء كويس، يعني مو 5 نجوم 4 نجوم، يعني حاجة كذا معقولة. خلنا نبتدي بأهم شيء اللي هو البي سي. الحين عندي أنا 4.5، عندي 3.5، طبعا الأسعار على تعتمد على النجوم، فما يحتاج نشوف الأسعار، نشوف هذا. هنا نجمتين ب1400، هنا 3 نجوم، هنا ناخذها هذا ب4000، مرة كثير يعني، عرفت؟
مع انه فرق 1000 بس خلنا نبتدي بسايبر 88 هذا. حلوين والله، هذا شكله خرافي يا اخي. خلنا كذا، ما علينا من اشكال. المهم التكييف اهم شيء، التكييف نشتري ابو 720 تمام، يعني بدايه تكون متواضع. المراوح خلاص تكييف اتوقع كافي. الجيمنج تشير هذا 4 نجوم عجبني شكله. ايش البلاستيك ذا، هذا 5 نجوم. خلنا على هذا، عجبني صراحه الاسود. المروحه هذه الخاصه على الطاولات نفسها، وهنا الكونسل الاكس بوكس بلاي ستيشن 4، هذا مدري ايش الجهاز، يشبه بلاي ستيشن 3 بس من وراء، بلاي ستيشن 2 الكبير هذاك تذكرونه. المهم عليكم سماعات، ايش هذا كيوت سنجل جير. خلنا نلعب الله يرحم والديك. المهم 5 نجوم كيبورد 3.5. على فكره الاعلانات نفس هذه اللي قبل شوي طلعت لي، اخي الكيبورد هذا عجبني الاحمر. انا شريت هذا، يلا خلاص كان ودي بهذا والله، بس خلنا 4 نجوم مثل ما اتفقنا، 4 نجوم نبتدي ب4 نجوم. الماوس ريزر ميزر مسمينه 5 نجوم. فيزر ايش الاسامي هذه، نشتري هذا 3.5 ب400، يعني فرق 100 بينهم بس. هالفروقات البسيطة راح نعتاد. لابتوبات ايش هذا، وين الطاولة هذه، الشاشات 3 نجوم 1500، ما اعرف اشتري 3 نجوم، لا خلها 4 نجوم. هذه شكلها كويسة، هذه 5 نجوم، هذه تقريبا افضل واحدة 4.5 بس افضل واحدة. هذه 3.5، انا دائما كنت اقول لكم 4.5 عفوا، ما في، هذه 3.5، انا كل اللي شريته 3.5 يا ولد، فهيت انا 1 2 3 4 3.5 صي. هذه 244 هرتز بس فرق كبير، هذه ب 2000 وهذه ب 3000. ذس جوك يا ليل. الاعلانات الاعلانات لها حل، راح ارويكم اياها بعد شوي. المهم اني شريت هذه الشاشه يا جماعه الخير، شاشات تي في، هذه الشاشات ديسبلاي فيري سلايد، بس انا محتاج هذه تي في. هذا لو شريت كونسل اجي اشتري لي واحده من الشاشات هذه، والله شكلها مره خرافي، هذه مره خرافي. خلاص كذا اتوقع اني شريت عده هذا كله، البي سي جاهز الحين، اول بي سي جاهز. كم باقي لي فلوس؟ ما اعرف، بس من هنا يا جماعه يمدينا نشتري شيء عشان الهاكرات، وهنا عشان الاعلانات. 4 ايام، حلو جميل جدا. اي صح، المطبخ 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 المطبخ، خلنا نجيب لنا طباخ. طيب ونجيب لنا يا طويل العمر والبقاء يقول لك هاير شيف. خلاص وين المساحات، تشتري مساحة زيادة، تشتري مساحة المطبخ. مسج هنا يوصلني مسجات اذا احد يبي شيء من الكستمر اللي داخل هنا، اذا يقيموني. هذه شغلات احس ما لها داعي. هذا المطبخ اللي ما له داعي، هذا جالس بلف. اوكي يعني كلفني 2000 الطباخ، هذا هو المساحه حقه. طيب كذا تمام، الحين ناقصنا ترتيب الاغراض. يو كثر الاغراض يا جماعه، يا كثر الاغراض. هذا المكيف اير كونديشن، يا كثر الاغراض والله. طيب هذا الماوس، كرتون كبير عشان الماوس. هلا بالكرسي. وين الطاولة؟ أنا ما شريت الطاولة. خلنا نسوي أوردر للطاولة. وين الطاولة؟ أنا أقول والله إني ناسي شيء. هذا التيبل، لأني شفت صورة، شفت صورة كرسي. المهم سألك لنفسي. 4 نجوم، هذه حلوة 4 نجوم. هذه 5 نجوم ترى والله ما عجبتني، 5 نجوم والله ما عجبتني، بس يقول لي عشان انفايرمنت ويذر ما أدري إيش. بلاك كلر عجبني الأسود، وهذا برضه في وحدة 4.5 هذه حلوة، بس هذه أجمل السوداء صراحة عجبتني مرة. أوكي هذه شكلي بثبتها في المحل. بس وين طاولات المحلات؟ إحنا في الحقيقة يوم نروح محلات كافيه وكذا تشوف طاولة كذا صغيرة مرة، ما عندك المساحة كذا، البي سي وهذا، ويكون مسكر على الأطراف حتى اللي جنبك ما يشوف أنت جالس تلعب. غريبة أن هذه الإضافة ما ضافوها صراحة. المهم إني سويت أوردر للطاولة الحين، فهمني إيش جالس أرتب بدون طاولة. هي مدينة المكيف، يلا سألك لنفسي. لما توصل الطاولة نروح نركب المكيف. شوفوا يا جماعة من ناحية المكان راح أسوي في هالمكان، أو عندي هنا، هنا راح أخلي كونسل مثلا، طاولة وشاشة وطاولة وشاشة، كرسي وشاشة عفوا.
وهنا خليه بي سي. عاد هناك والله مساحة مرة كبيرة عندي. المكيف مركب أخله مقابل كذا المكيف، لأن هناك بيكون تكييف ثاني، مكيف صغير بعدين داخل ثاني. حس إنه بعيد، ما أدري. راح نشوف درجة الحرارة حاليا. درجة الحرارة هنا 25. توني شغلت المكيف، بعد شوي راح تشوفون تغير. احفظوا معي 25.5. طيب إن شاء الله راح يتغير، ما أسوي فيها تحريات بعدين. طيب وصلت الطاولة. أبدأ يمين ولا يسار؟ خلني أبتدي يمين. يبي لها شوية روتيت كذا. يا سلام، جميل جدا. طاولة والله ما هي بحلوة. إيش هذا؟ كذا كأنها قديمة مرة في الأطراف. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب يلا بداياتنا بداياتنا. إيش الشاشة الكبيرة هذه؟ مقلوبة. اسمها تشيز. والله مرة كبيرة حسيتها كذا. نجيب الكرسي. خلنا نحط الكرسي هنا عشان لا يسد علي الطريق. الحلو في الموضوع ان كل شيء اسود في اسود. خله هنا. الله ما ادري خله هنا. حتى الكرسي اسود والماوس اسود. حلو حلو، يعني في تناغم في الموضوع مع اخضر كذا. وين الكيبورد؟ انا ما طلبت كيبورد. هذا كيبورد. حلو جميل جدا. اوه حتى هذا اخضر مع اخضر، والله شيء جميل جدا. مقلوب الكيبورد. لا تمام يا اخي، ليه كان شكل احلى قبل ما احطه. المهم هذا الكرسي خلاص جميل جدا. ايش ناقص؟ ناقص شيء؟ لا ديسكتوب كومبليتد. نقصت فلوسي ليش؟ 7200 توها قبل شوي 9000. ايش اللي ينقص فلوسي؟ لكل بنك بدأ ياخذ فلوسه. المهم نفتح المحل. ولا الساعة كم الحين؟ الساعة باقي 3 ساعات. خلنا نفتح المحل. خلنا نفتح المحل. تعال خلنا نشوف درجة الحرارة لما يجينا أول زبون. كويس انك تفتح الباب ومعك شيء. خفت انه عشان الريموت بيدي ما يمدي نفتح الباب. والله درجة الحرارة نفسها يا جماعة الخير. مكيف ما يسوي شيء. كل ما تقرب المكيف كل ما تقرب درجة الحرارة. خلنا نخليه مقابل له، ولا اني احطه فوقه. خلنا ليه ما يمدي فوقه؟ طيب جنبه. بدا واحد، في واحد دخل يلعب. هلا بالعيال. تبغي ماي؟ ما عندي ماي. دقيقة. من وين نجيب لها ماي؟ وين الماي؟ اوكي هذا الماي، بعدين نسوي له اوردر. اوكي 7200 يا اخي، الفلوس تنقص يا جماعه ولا عيوني. طيب تفضلي يا قلبي هذا الماي. اوكي خفت انه لازم. ليه زعلانه والله ان البي سي كل شيء تمام. تبكي يا ولد. درجة الحرارة شكل درجة الحرارة من الريموت رامي هنا. 23. يا سلام مرة كويس. لا تبكي. ايش ناقص؟ ولا وش ناقص؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كم بتعطيني فلوس؟ 290 وجايب لها. تعال في شغلات انا نسيت ما ذا لازم نشترها. في مسج سند مي وينتر. اوه من هنا يمدينا اتكي واعرف وش يبغون الزباين، وانا رايح تمي واقف فوق راسه. طيب لا 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 كيتشن. خلنا يسوي لنا شغلتين من كل شيء عشان لا جاء احد طلب. ولا 3 شغلات يا رجال وش يضرنا الحين. يمديني ازيد الاسعار يعني مثلا هنا اذا جيت عند الوتر. اوه يبيع ب20. واو خلنا نزيد الأسعار يا رجال. واحد اثنين ثلاث أربعة خمس. كأني لمحت حرامي على اليمين. واحد اثنين ثلاث أربعة خمس. واحد اثنين ثلاث أربعة خمس. طيب كل شيء زدته. والله كأني شفت حرامي. ساعة كم ساعة؟ أوه الحين المحل بيسكر. يعني آخر زبون هذا. حلو يعني اليوم استقبلنا زبونين.
ايش هذا فاتح فمه مستانس. حلو حلو كويس. ما تبين اجيب لك شيء ولا شيء؟ ايش فيك مستعجل؟ ولا عشان ليل يعني متاخر وكذا؟ نو فيز بيت العن. لا عطني فلوس 138. في حرامي هذا ايش يبغى؟ شرطي ذا. اي والله بوليس. اوه كنت بضربه الحمد لله. خلاص الحين الساعة كم؟ الساعة 9:42 يعني ما عاد يمدي احد يجيني يا ولد في المحل. راحت علي. خلاص يلا يا جماعة معي 7586 كانت 7200 اتذكر اخر مرة شفتها. يعني في زيادات في زيادات بس والله ما ادري صراحة وش راح نطور. يعني المرة الجاية هل تبغوني مثلا احط بلاي ستيشن، اشتري بلاي ستيشن، ولا اسوي طاولة ثانية جنبها كذا بي سي؟ هذه بداية حلوة. لو نستمر بكرة نفس الشيء راح اجيب لي فلوس بس مش كثير. فاعطوني افكاركم في الكومنت بالله، واتمنى الحلقة نالت على اعجابكم. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.